في يوم من الأيام وكرد من ردات الفعل التحرري والسعي في رد الاعتبار لمكونة الحراطين، جابرت جماعة من أطر الحراطين وقررت تأسيس إطار يجمع معظم أطر هذه المكونة مختلف توجهاتهم ضمن موريتانيا الموحدة العادلة والمتصالحة مع نفسها، مقدمين وثيقة كان عنوانها الأبرز قضية الحراطين الإقصاء المستمر. وفي يوم 29 من أبريل 2013 أعلنوا عن وثيقة الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين في حفل مهيب بدار الشباب القديمة، وانقرات ذي الوثيقة بالعربية والفرنسية. في 2014 عدلوا أول مسيرة جماهيرية ياكي طالبوا بتطبيق مضامين ذي الوثيقة، ومن ذاك التاريخ إلى يامس تنطلق ذي المسيرة اللي شارك فيها مئات الجماهير من ذي المكونة والمكونات الأخرى اللي دعمتها، وتزيد قيمتها كل ما شارك فيها قدر من قادة الأحزاب السياسية والمنظمات الكبيرة والشخصيات الوطنية اللي بوزنها في موريتانيا، وتعود مولي بالتزامن مع تنظيمها في نواكشوط تنظم في بعض مناطق الداخل. الراحل محمد سعيد والهمدي هو أول رئيس قاد الميثاق متوحد، وتولاه عقب وفاته القيادي بوبكر والمسعود، ثم المحامي والبرلماني العيد محمد دن مبارك، وفي الوقت الحالي عليه الأستاذ يربو النافع، مع تمسكهم بنفس الهدف اللي هو تأسيس مشروع سياسي وطني جديد قائم على الانعتاق الحقيقي لكافة المهمشين والقضاء على كل أشكال الظلم والغبن والتهميش. غير السؤال اللي يطرح راسه اليوم هو الميثاق منين كان ومنين عاد، ومن ذا السؤال تتولد ياسر من الأسئلة، كيف هل تحول الميثاق لحدث سنوي يخلد دون أي نتائج ملموسة؟ الميثاق 2017 في مسيرته الرابعة خلدت ثلاث أجنحة منضوية تحت لواءه، واحد تابع لبوبكر والمسعود، والثاني عند محمد فال والهندية، والثالث كان عند رئيس حزب المستقبل محمد والبربص، وكلهم بجماعته اللي داعمته. انقسامات حسب الناس اللي مواكبة الميثاق ما كانت في بلدها، وشتت الشعب مع أن الهدف والشعارات كانت واحد. وعقب ذاك جات أحداث أخرى وإكراهات وظروف غيرت مسار الميثاق وضعفت جمهوره، فبسبب جائحة كورونا وعدل التخريد السنوي السابع في شكل حملة إلكترونية 2020. 2022 تغير فيها مسار الميثاق المعهود، وعاد يخلد في دار الشباب فاقد بذاك هويته اللي اشتهر بها سنويا، حيث كانت المسيرة هي أبرز دلالات وجوده. فهل مات الميثاق؟ هل تحققت مطالبه؟ وما هي الإشكالات التي تواجهه؟